لم يحدث في ذلك الاتصالات كلها أن احنا عيدنا. ولم يحدث أن أصبح موظفو الجهاز الإداري للدولة عالة على غيرهم، وأن يقضوا أفراحهم منقوصة في الشوارع وبين الأزقة خائفين. لقد تعددت أساليب الاحتجاج التي ذهب إليها الموظفون، علقوا الشارات ورفعوا أيديهم، كتبوا وخطوا وترددوا كثيرا، لكن أصواتهم لم تتجاوز حناجرهم. وحين خرجوا إلى الشوارع محتجين ألصقت بهم التهم، وأعلنت الحرب في وجه الفقراء الجدد الذين انضموا إلى ملايين سبقوهم، وسبق للأمم المتحدة أن نقلتهم إلى ما تحت خط الفقر المدقع، وهي نقلة صغيرة في إحصائيات الأمم المتحدة، كبيرة لدى هؤلاء العاملين بلا مقابل منذ 3 أشهر لا يتقاضون أجورهم. وما استلموه مؤخرا تحت ضغط احتجاجاتهم كانت عبارة عن عمولات رثة لم تعد صالحة للتداول بقدر مناسبتها لإحياء الماضي وإظهار عجزهم أمام اقتناء الكثير من الأشياء التي أصبحت أسعارها أضعاف ما كانت عليه. التطور الجديد في منحى هذه الأزمة هو التجمع الذي لم أزمات العديد من موظفي الدولة الذين تقطعت بمؤسساتهم السبل ورأوا أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في السير إلى المستقبل، وقد أعلنوا تكتلا جديدا تحت مسمى رابطة موظفي الدولة سيكون عليه مواجهة الكثير من التحديات والصعوبات وإعادة الاعتبار لجهاز الدولة المنتهك والمنهار.